حضور مهيب اجتمع من كل حدب وصوب من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة بشأن تطورات الأحداث في الشرق الأوسط. ففي وسط تلك الأجواء تحت القبة المهيبة للقمة الطارئة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وأثناء إلقاء العاهل الأردني كلمته على مسامع الحضور، كان الفعل الغريب من وزير الخارجية السعودي. فيا ترى ما الفعل الغريب الذي أصدره وزير الخارجية السعودي خلال كلمة ملك الأردن؟ وكيف كان رد فعل الملك عبد الله الثاني عليه؟ إعلان جاء رغبة من جموع الدول العربية لعقد قمة عاجلة لوضع حل للأحداث الأكثر توتراً التي مرت على منطقة الشرق الأوسط في العقود الماضية. فمنذ إعلان موعد القمة التي ستعقد في الرياض والمشاورات والتنسيق العربي يجري على قدم وساق من أجل وضع حد فاصل لكل ما يدور بالمنطقة، لكن مع حضور الرؤساء والملوك والأمراء للدول العربية تحت تلك القبة المهيبة في العاصمة السعودية الرياض تحدث الكثير من المواقف التي لم يتوقعها أحد. فحينما كان يلقي العاهل الأردني كلمته على مسامع الحضور المهيب لهذه القمة، فإذا بوزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان يصدر فعلا غير متوقع أمام عدسات الكاميرات الموجودة بكل مكان في القاعة. والدواء والمياه والكهرباء دون همس ولا حركة من أحد. وبينما يعم السكون في قاعة القمة العربية بالرياض، فالملك عبد الله يتحدث عن كيفية دعم القضية والحلول الأكثر رجاحة لإنهاء هذا التوتر وإيصال المساعدات. فالأمور الجوهرية التي يريد من خلالها العاهل الأردني الوصول لحل فاصل لهذا التوتر بالشرق الأوسط، فإذا بوزير الخارجية السعودي يمسك هاتفه المحمول ويتصفحه، لكن من دون أن يدري ابن فرحان بأن كاميرات المراقبة الموجودة بكل ركن بالقاعة تسجل هذا الحدث. فكان يتصفح الهاتف لإجراء أمر غامض. فأبو الحسين الذي استطاع أن يحدث تغييرا جوهريا في وسط هذه الأحداث المتلاحقة بإجراء العديد من الأمور بإيصال المساعدات إلى القطاع من خلال قوات المظلات الأردنية، فإذا به بعدما صنع الوزير السعودي الحدث أمام الكاميرات قرر أن يشاركه هذا الحدث بحدة نبرة صوته التي علت في ذلك الحين ليلفت الأنظار إليه بأنه لا بد من الاتحاد من أجل إنهاء هذه الأحداث التي لا تسوق الأمة العربية إلا إلى مصير لا يحمد عقباه. فضرورة إيصال المساعدات والوصول إلى الوحدة من أجل حل هذا الأمر أصبح أمر لا نقاش فيه من أحد ولا لأحد، في ظل التصاعد المستمر لمؤشر توتر الأحداث على أرض عربية. أمور حاسمة وقرارات لا بد أن يتم تنفيذها بشكل فعلي على الأرض. كان محتوى خطاب الملك عبد الله إلى رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية الحاضرين للقمة، فهناك على أرض عربية من يأنون من مدى ما يرونه بين اللحظة والأخرى من أسوأ أيام يعيشونها بعمرهم بحسب تصريحات العاهل الأردني. لكن برأيكم هل يصح أن يفعل وزير الخارجية السعودي هذا الأمر خلال كلمة ملك الأردن أو حتى أي رئيس آخر؟ وكيف رأيتم هذا الموقف؟